دي احنا زي ما اخذنا في السلايد عندنا بي 1 بي 2 بي 3 اللوحه دي اسمها 4007 اس دي من براند اسمه سيلبركس من اشهر البراندات بتاعت الفاير الارم سيستم اسمه سيلبركس البراند يو اس اي امريكي اللوحه واخده يو ال اف ام واسمها 4007 اس اللوحه بتيجي عباره عن هنشرح دلوقتي الهاردوير وبعد كده ندخل جوه المنيو والسوفت وير اللوحه سيمبلي بتيجي عباره عن السي بي يو وبتيجي عباره عن الباور سبلاي ده الباور سبلاي بياخد 220 فولت وبيدخل على البورده بيخرج 24 للدوائر زي ما قلنا انيشيتنج ديفايسز او الاس ال سي لوب دي عباره عن لوبه واحد ودي عباره عن الار يو اي اللي احنا قلنا لو انت عندك ريبيتر او انانسيتور بتوصل بيها الدوائر دي انا ما عنديش هنا انانسيتور او ريبيتر فبعمل ايه جامبر طبعا اللوحه بتيجي 100 نقطه اللوحه دي 4007 بتيجي ايه اب تو 100 بوينت وده لوبه رقم واحد بتاعتي طيب لو انا عايز ازود عندي ازيد من 100 نقطه في هنا حاجه اسمها اوبشنال اكسبانشن لوب موديول ممكن اركب لوب صغير كده في التيرمينال دي تديك لحد 75 نقطه يبقى التوتال نمبر اوف بوينت بتاعتنا 175 طيب سي ان انا عندي ازيد من 175 بروح لكارت تاني بيديك 75 كمان يبقى اللوحه كلها الماكسيمم نمبر اوف بوينت 250 نقطه 100 ستاندر 75 طيب لو انا عندي موقع ازيد من 75 ازيد من 250 بعمل ايه؟ بجيب لوحه اكبر منها اسمها لوحه 4010 اي اس دي بتديك حد 1000 نقطه طيب لو انا عندي موقع ازيد من 1000 نقطه بجيب اللوحه الكبيره زي ما احنا خدنا في السلايد اللي هي بتغطي لحد ايه؟ 3000 نقطه طب لو انا عندي ازيد من موقع ازيد من 3000 نقطه بجيب لوحه ثانيه وبربط اللوحتين مع بعض ايه؟ نتورك اول تمام؟ الارم عباره عن ايه؟ عباره عن انيشيتنج ديفايسز كواشف وكواسر زائد الموديولز دول احنا بنسميهم انيشيتنج انبوت ديفايسز طيب الاوتبوت قلنا الهورن والستروب والهورن ستروب والسبيكرز اللوحه دي فيها واحد لوب بنوصله بيه الانبوتس وفيها اربعه سيركتس اوتبوت اللي هو مثلا انا عندي كل دايره تقريبا مثلا بتشيل على حسب الفولتج دروب كالكوليشن والكابل اللي عندك مثلا لو انت بتستخدم 1.5 ولا 2.5 بتشيل الدايره مثلا من 6 ل 7 على حسب الكانديلا ريتنج والامبير والكونسبشن كارنت بتاع كل ايه؟ كل ديفايس. فاللوحه فيها دايره 2 3 4 تمام؟ يبقى اذا باختصار ده كارت ريلي ده اوبشنال كارت ريلي بحيث انه لو انت عايز توصل بيه تعمل كنترول لاي حاجه معينه تفصل دمبر شغل دمبر عندك دول 8 بروجرامبل ريليز اللوحه برضو انت بتجيب فيها تو بطاريات البطاريات بنحسبها ازاي على حسب الباتري كالكوليشن بتشوف انت موصل كام ديفايس موصل كام سيركت من الهورن سترو وبتحسب الباتري كالكوليشن مهمه جدا اسبر ان اف بي نفس الباتري كالكوليشن بتو فاكتور الفاكتور الاول 24 اور يعني لازم تكون البطاريه تكفي لتشغيل النظام لمده 24 ساعه في الستاند باي والالارم لو في الارم لو في اجراس هتشتغل وكذا لازم تشتغل معاك خمس دقائق اسبر ان اف ايه ولو في فويس ايفاكويشن لازم تكون 15 مينت تمام الا لو المواصفات بتاعت المشروع تجبرك على نص ساعه سعره كما ايه كما موجود في المصفر طيب باشمهندس لو البطاريه لها عمر افتراضي مثلا لو ما استخدمت قطع الكهرباء ايوه طبعا هو البطاريه عامه بيبقى فيها مانيفاكتشر ديت تمام والمصنع نفسه بيقول لك عمر الافتراضي بتاع البطاريه مثلا 3 سنين سنتين على حسب المصنع نفسه لذلك احنا اي مشروع لازم احنا كشركه بنكون حريصين جدا انه اخر حاجه بنوردها في هذا المشروع هي البطاريات. انك انت ممكن تاخد سنه تركيب لو وردتها لك في البدايه يبقى انت بتاخد من اللايف تايم بتاع البطاريه. اي بطاريه ليها فعلا ليها هي مفترض ريتشارجبل بتشحن معاك طول ما هي في 24 فولت دول ال 24 تشارجبل.
بيشحنوا البطارية. طبعاً أنت لو البطارية تفرمت المفترض تشحن، بتاخد وقت لحد ما تشحن معه. اللوحة طبعاً بتتبرمج من هنا في كيبل إيثرنت كيبل، اللوحة بتاخد اي بي لما تتوصل على اللابتوب بتاعك بتدخل على السوفت وير، السوفت وير اسمه اي اس بانل بروجرامر. طيب دلوقتي احنا رايحين نعمل ايه؟ هنعمل اكشوال الارم، ايه اللي بيحصل لما يجي الارم؟ ازاي بتعامل مع اللوحه؟ تمام؟ قبل ما اعمل الارم، اللوحه دي عباره عن تاتش سكرين، اللوحه اللي هناك مش تاتش سكرين، فيها ايه؟ مش تطلب زراير زي كده. تمام؟ بتحكم فيها من زراير زي كده. لكن اللوحه دي عباره عن ايه؟ تاتش سكرين. طيب، أول حاجة أنا لو لاحظت أنا عمداً خليت التاريخ غير مظبوط، من التاريخ هنا 1 يناير 2023. فأول حاجة اي بي سي قبل ما أشغل أي حاجة لازم أتأكد إنه النظام التايم والديت بتاعي مظبوط. طب ليه؟ إنه لما أجي بعد كده أسترجع الأحداث لو التايم والديت مش مظبوط يبقى كل الأحداث اللي هتجي لي غير متوافقة مع الأكشوال ألارم اللي حصل. طيب إزاي أضبط التايم والديت؟ في أي مكان تضغط على التاتش سكرين وبتختار حاجة اسمها بانل سيت اب، هتلاقي حاجة اسمها سيت تايم اند ديت. سيت تايم اند ديت تضغط سيت تايم اند ديت كأنك بتعمل مع موبايل. بعد كده احنا النهارده التاريخ بتاعنا شهر 11، سوري اعمل هنا التاريخ 11، النهارده 19/1/9/2023، التايم الساعة 9:40، يبقى انا هكتب هنا 09 وهنا 40 40، واعمل اي ام ولا بي ام؟ اي ام، واعمل انتر. طيب هنا ربوع بتلاقي التايم بتظبط معاك 19 نوفمبر 2023، التايم بتاعك 9:41. طبعا الطبيعي بتاع اللوحه سيستم از نورمال، طبيعي سيستم از نورمال. طيب سي انا اول حاجه انا هعمل ترابل في اللوحه. انا لاحظت قلت ايه؟ هعمل ترابل مش الارم، هعمل ترابل. ترابل يعني هفك مثلا حاجه زي كده اند اوف لاين، هو المفترض الاند اوف لاين دي تركب اخر الخط. اول حاجه هتلاقي حاجتين، الحاجه الاولى اللمبه دي نورت معاك وهتلاقي اللوحه هنا ادتك ايه؟ ترابل. اللمبه دي بتيجي تطفي معاك صح؟ عشان اسكت الصوت ده اعمل ايه؟ اضغط على حاجه اسمها اكنولج. كده انت عملت اسكان للوحه نفسها ولكن ما حلتش المشكله. المشكله بتاعتك ايه؟ سيجنال كارد سيركت سيجنال 5 اوبن سيركت. اوبن سيركت لايه؟ انه احنا قلنا النظام دول ادراس كونفشنال برايبهم باند اوف لاين. الاند اوف لاين دي هي اللي بتشوف اللوحه، بتشوف الاند اوف لاين طالما موجوده في الدايرة يبقى انت كده اللوحة هتبقى نورمال. طب لو في قطع في الخط يبقى اذا اللوحة مش هتشوف الاند اوف لاين، فهتلاقي في مشكلة. انا هرجعها تاني. طيب يبقى كده انا ايه شايفها على الهارد على 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 الوايرنج. طيب انا عايز اعمل برضو ترابل سي انه حد جه وشال الكاشف ده. ايه اللي حصل؟ قد كده قلنا اوبن سيركت، ده بقى اسمه هيد ميسنج. الكاشف اول حاجه اعمل اسكات الادراس من هنا. طيب لو بدلت الكواشف، لو بدلت الكواشف هقول لك انا دلوقتي هيديك يعني مثلا ده متعرف في البرنامج انه سموك. لو انا رحت لهيد ده، بص احنا هنعمل ايه؟ بس واحده واحده هركب ده هنشيله، خلينا نشيل ده افضل، هنحط ده من الكاشف. بص اللي هيحصل، هيديك اثنين ترابل حاليا. هنشوف الترابلزات اللي هتيجي. ده المفترض كان رقمه 2 مديك ايه؟ سموك ديتكتور. حاليا مش سموك، حاليا مالتي ديتكتور. بص اللي حصل، رونج ديفايس. ليه بقى؟ انه انت بدلت الكواشف. الاثنين رونج ديفايس. في ورا اللي هو زي الارقام. ايوه. فرع طيبه. ايوه، زي بص اللمبه معاك نورت هنا ستدي. لكن الطبيعي اللمبه بتاعتك بتنور ايه؟ طبعا. بتنور بتدي فلاش زي كده. ما راح اقلب تعطي اشاره. ده الادرس اللي بتكلم عنه. طبعا في براندات تاني الادرس بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن بوتر سويتش. وبتقدر حضرتك بعد
من الدرج. إذا بغيت أفعل لازم فيها أكسس كود أو باسورد. باسورد طبعا أي لوحة فيه بيكون فيها أربعة ليفل مينيموم، واحد للأوبريتور تمام، اثنين للأوبريتور مثلا رقم اثنين، الثالث للمينتنس، الرابع للإنجينيرينج أو البروجرامينج. طيب يبقى احنا اول حاجه قلنا لما هنشيل يبقى في حاجه اسمها رونج ديفايس لو الكاشفين اختلفوا، او بيكون هيد ميسنج لو الكاشف نفسه اتشال. طيب احنا اخذنا برضو في السلايدات حاجه اسمها ادريسابل، يعني لو شلت الكاشف هيديك هنا الادرس بتاع الكاشف، فانت مش محتاج تروح للدروينج او للميمك او ايا كان، ده تروح على اللوحه على طول تمام، ومكتوب هنا مثلا لوب واحد اسمه بتتكتب رقم اثنين، يبقى تروح لرقم اثنين دايركت عارف مكانه فين وتشوف الخطا بتاعه فين. طيب سي واحد عمل ايه؟ عمل كده مثلا غير الادرس تمام؟ واحد جه ولعب في النظام اداك هنا الكاشف الرئيسي اللي هو ده اللي كان ادرسه رقم اثنين اداك نو انسر مش شغال تمام؟ والمفترض في ترابل تاني هيجي اسمه اكسترا ديفايس، يعني حد لما لعبنا في الادرس فالجهاز ده اخذ وليكن رقم 60 والمهندس لما جه برمج ما برمجش رقم 60 فهيديك ايه؟ اكسترا ديفايس. فاحنا هنرجع ده طيب سريعا احنا قلنا ده عباره عن ايه؟ الكاشف ده هيت ده سمول، ده هيت سمول هيت وسمول، وده مالتي علشان في ده مالتي ديتكتور. الحين لو صار جاني عقم لوب 2 ايوه عندي وورد مثلا اني واي اي رقم أيوة. بعدين زوم رقم كذا معناتها الميديول اللي هو تحت الارض ولا وش؟ لا الميديول اللي هو ده تمام، بس مربوط بايه؟ مربوط بكواشف معينه، زون معين. فالعطل مش هتلاقيه في المديول، هتلاقيه في الديتكتورز بتاعته. يعني مثلا انا عندي الكاشف ده كونفنشنال، لو انت لاحظت الفرق بين ده نفسه هو ده اسمه ديتكتور على فكره، وده اسمه. طب ايه الفرق؟ الفرق انه ده ادريسبل وده كونفنشنال. طب ازاي انا اوصل كونفنشنال ديتكتور مع لوحه ادريسبل؟ لازم في نقطة تخاطب، نقطة التخاطب ده هو المديول، فده انا بسميه زون مديول. فسي انت عندك السيستم بتاعك كله ادريسابل وفي غرفة قديمة موجود فيها نظام كونفنشنال، انت مش محتاج انك انت تركب نظام جديد فيها ادريسابل، فبركب له زون مديول وبوصله على الاكزيستنج سيستم اللي موجود. فانا هنا تخيلت ان انا عندي كونفنشنال ديتكتورز اوصلها بمديول. سي ان انا حد ايه لعب في المديول ده تمام، هيديك المشكله مش في المديول، المديول اوريدي قارئ على اللوحه. شفت هنا الرقيب قرا لك فاير مونيتور زون رقم كام؟ رقم 5. الادرس اللي هو ده هو رقم 5، بس ده متوصل بكام؟ ب 20 كاشف مثلا. فانت يو هاف تو جو ال 20 كاشف دول وتشوف القطع فين. يعني معناته الان يعني على كلامك يعني انا مثلا لوب 2 ميديول رقم زي كده بالظبط، لوب 1 يعني ميديول كام؟ تروح على الكواشف كلها تروح على الكواشف هو اللي تابع اه. ما هو ده عيوب النظام الكونفنشنال. لا الادريسابل هو المديول، الادريسابل هو المديول، الادريسابل هو المديول. ايه بس هو ما توصلش على اكثر من اجهزه يا احمد، توصل على مثلا على تابت ديتكتور اه، على مثلا فيلم ديتكتور ايوه يكون كونفنشنال وانا بوصله بزون مديول. انت بتوصله بكذا ديتكتور؟ لا كذا ديتكتور اعتقد مش قبل مش ابليكابل عندهم اصلا، يعني تقراها على طول كواشف. يعني هم كان عندهم كمحطات ما فيش عندهم ابليكابل، لان انا عندي مثلا منطقه قديمه على 20 زو 20 ديفايس فانا بوصل على اللوحه الجديده. لا هو مثلا بيتكلم على مثلا مش محمد عنده الهيد ديتكتور بتاعته اصلا ايوه عنده وليكن الهيد ده 5 ديتكتور 5 هيد ديتكتور متوصلين على واحد مديول اه فورمر واحد بمديول واحد. لا هم بالغالب بيوصلوا على اكتر من مديول اه بالظبط.
فانت مثلا الترانسفورمر اللي بيكون عليه 20 ديتكتور، ال 20 دول احنا بنوصلهم على 4 مديول، كل 5 ديتكتور جنب بعض يركب يركب على فهو انت مش هتعرف اي واحد فيهم، هتشيك عليهم الترابل شوت بالظبط. تمام. طيب يبقى احنا كده اخذنا التايم والديت واخذنا ازاي نعرف الـ بس هي دي ملاش حل يعني. انا عندي الهيت ديتكتور ما فيش منه ادريسابل. ايوه النوع ده ما فيش منه ادريسابل. ده صحيح. فما اقدرش ان انا اجيب مثلا انواع مختلفه تخش معايا على كذا على كذا على نفس اللوحه يعني. تمام. طيب من النقاط المهمه جدا في الاوديتنج وان انا بعمل تدقيق، سي انه حصل الارم هندسه سي انه حصل عندي الارم في ورديه معينه في شيفت معين نبطشيه معينه، وعايز اتاكد انه الارمات دي استدعيها اشوف الهيستوري بتاع الارمات. حصل عندي ريليز للغاز، عايز اعرف هل الريليز الغاز ده حد ضغط على مانوال ريليز، حد مثلا في اتنين كواشف اشتغلوا، ولا حد عبث بالنظام، ولا النظام نفسه اشتغل بالميكانيكال اللي هو ميكانيكال اكشويتور. فاي لوحه ادريسابل في حاجه اسمها هيستوري الارم. فازاي انا اعمل اجيب هيستوري انا حاليا عملت شويه ترابلز صح، ما عملتش الارم، فهجيب الترابلز اللي موجوده. اضغط هنا حاجه اسمها بانل الارم، بانل ستوب الارم لوك ترابل لوك، بضغط على الترابل لوك. تمام. طبعا لو انا ضغطت كده بجيب ايه البريفيوس، لكن لو بضغط على ده بيجي لي من واحد لحد ايه لحد الاخر. فانا عايز اعرف اخر حاجه احنا عملناها 25 هنا 30 35 40 50 هنا مثلا. اخر حاجه احنا عملنا هنا عملنا سموك ديتكتور كان نو انسر لما غيرنا الادرس بتاعه، كان الساعه 9:45. عندك الترابلز بعد كده انا عملت ايه اكنولج، اداني صوت وبعد الصوت انا عملت اكنولج. فاي حدث حصل في اللوحه انت بتستطيع من خلال الهيستوري ده تاخد ايه اللوكس. فالادريسابل سيستم من اهم المميزات بتاعته انك انت بتعرف كل حاجه حصلت قبل كده. يعني مش لازم ان انا ممكن اعرف الكواشف مكانها فين، لكن ماذا عن الكونفشنال لو انت عايز تعرف حصل الارم امتى، حد جه عمل الارم وعمل ريسيت ومشي. فالكونفشنال مش هتعرف تعمل منه حاجه، اما الادريسابل لا، ده انا اعرف استرجع الاحداث. طبعا كان عندنا كذا حادث قبل كده، حادث ريليس سيستم، والكلاينت يجي لنا العميل يقول لك والله السيستم ايه اشتغل لوحده. طيب من سوء حظه ان احنا ايه بناخد الهيستوري الالارم وبنعمل له اناليزيس تحليل، وبنشوف امتى حصل الالارم ده، حصل حد عامل نظافه مثلا دخل وعمل صيانه فالتراب مثلا او التصاعد فعمل اكتيفيشن للسموك ديتكتور 1 سموك ديتكتور 2 فبناء عليه تم ايه اطلاق الغاز، او حد ضغط على المانوال ريليز اللي بره يفتكروا ديتكتور عادي او جهاز عادي. فانت من خلال الالارم دي تعرف انك انت ايه تشوف المشكله فين بالظبط، الالارم فين بالظبط، حدث امتى بالظبط. تمام. هنا دلوقتي هنبدا ناخد ايه الالارم ونشوف ايه اللي هيحصل. في حاجه يا باشمهندس تخص الفيجوال تشيك على السنسور دي؟ ايه في اللوحه؟ نعم. حاجه تخص الفيجوال تشيك فيجوال انسبكشن اللي تخص الشباب مصورين شغلهم. طبعا اول حاجه انت في الفيجوال انسبكشن مش شرط اول حاجه يدخل لك المحطه نفسه الشغل الاساسي الرئيسي بتاعه. اول حاجه انا معايا الالارم لوج بتاعي او الكتاب بتاعي اللي انا هسجل فيه ملاحظاتي. اللوحه تكون كلها سيستم نورمال، وفي شغل اللمبه دي هي منوره، دي لمبه ايه الباور. اي مشكله هنا يبقى انت عندك اما الارم او ترابل، دي للوحه. الحاجات الثانيه طيب لو في مشكله في البطاريات هتيجي لك هنا. تمام. فلو عايز تفتح وتشوف البطاريات اوكي، مش عايز المفترض اللوحه عامله سوبرفيجن على البطاريه. ثاني حاجه الكواشف، كل كاشف بينور معاك لمبه بتطفي بتدي وتطفي، ده معناه الكاشف ايه النورمال ستيج.
الفيجوال انسبكشن كمان ايه مش مصحح ممكن يكون موجود. لا الكلام كله في الكواشف على البلينكينج طبعا. على البلينكينج اه. فرق بين الدي بلينكينج والدي ستيبل والدي اصلا مش موجوده خالص. ده صحيح انه ممكن تلاقي الكاشف الهيد نفسه مش موجود اصلا وهو بيدي عن اللوحه مش مشكله. او ممكن تلاقي الكاشف اللمبه بتاعته دايما ايه ستيبل. طيب انا دلوقتي هنا هضغط على المانيوال بول بوينت. طبعا احنا قلنا ده سنجل اكشن ولا دبل اكشن؟ دبل اكشن عشان لازم اعمل بوش واعمل ايه؟ تمام؟ اختبار سعر صغير ده 120 ديسيبل بس يعني 10 وتطلع اللي حصل الاتي. احنا عملنا دلوقتي الارت بدب ادانا الادرس بتاعه مانوال كول بوينت رقم 6 المكيف طفى. طفى لا لا ما طفاش مش طفيت انا حاطه كده يا اصلا ما معلش هو اصلا فاصل ليه دي المشكله الرئيسيه اصلا مش المشكله اللي هو طعم ولا المشكله ان المكيف طفى مش اللي فيه ارت. النقطة أهم نقطة قبل ما تعمل سيستم ريسيت عشان الألارم ما يجيلكش تاني تتأكد من اللمبة دي من العروق هنا. هو بيقول لك أنا بول ستيشن ستيل إن فاير ألارم ليه؟ لسه لسه نازل. فأنا بعمل كده وبرجع تمام. إيه اللي حصل؟ اللمبة بدل الفاير ألارم بقت نورمال. فدي نقطة مهمة جدا. مش معنى ان انا الاقي الارم يبقى اروح اعمل ريسيت على طول. وستيل يا احمد اللي ستيدي في ستيل ستيدي عشان لسه في الارم بدي تصلح المشكلة وتعالج. الله ينور عليك. فبعمل الارم فانكشن وبعد كده اضغط على سيستم ريسيت واقول له بيقول لي ار يو شور اقول له اه نعم. هنا سيستم ريسيت ان بروجريس لما اللمبة دي هتلاقيها نورت وطفت معاك الرسالة دي هيقول لك سيستم ريسيت كومبليتد. اللمبه دي برضه هتلاقيها مشيت معاك. اللمبه دي بتاعت السايلنت اللي احنا عملنا الارم سايلنس مفترض اللمبتين دول تطفوا معاك. تقرا الحين ايوه نو الارم بريزنت سيستم ريسيت كومبليت خلاص. طيب لو في حد عنده اي تساؤل نسأل ونشوف. احنا قلنا لك غير وكذا عشان الشباب اللي ما عندهم قلبية او طيب. ما عندهم خبر بالموضوع ده يكون يعرف. طيب تمام. لما يكون عندك الورك مالتي سموك وهيت ايوه حلو واشتغل عندك مثلا قول دخان في الغرفة ايوه هل يتفرغ النظام؟ لو ولا لازم حرارة؟ وصلت بص احنا عندنا هنا سموك اهو وادي مالتي تمام. هيتفرغ انت لما الكاشف ده يشتغل والكاشف ده يشتغل يعني الاثنين الكواشف لازم يشتغلوا على دخان لكن لو انت عايز مالتي وهيت قول لي يبقى البرمج ده قول لي هيت لما تكون عندي مالتي بس لا مالتي بس هيشتغل معاك. لو كاشف واحد اشتغل الهيت يبقى هيديك على اللوحه هيت ان هو اشتغل ولو في سموك هيديك على اللوحه سموك ان هو اشتغل يبقى الاثنين كده هيشتغلوا هيفضلوا الغاز يعني لو مش نفس الكشف اشتغلت كروس زون لو نظام ادريسبل صح؟ اه نظام الادريسبل نقطة في الادريسبل سيستم نقطة الهيت ليها ادرس نقطة السموك ليها ادرس تمام؟ فلو هو قول لي سموك هتلاقي هيديك هنا الارم قول لي لا لما نقول مالتي ما هو المالتي ده لو كونفنشنال مش هيشتغل غير ايه سيجنال واحده مش هيفرق حلو. لو كونفنشنال ديتكتور مالتي مش هيشغل الا الارم واحده بس مش هيشغل معاك الغاز ولما يكون ادريسابل لو كان ادريسابل على حسب البروجرام. لو انت مبرمج الهيت والسموك از تو بوينت يبقى اذا لما الاثنين يشتغلوا هيفرق النظام يعني يكون على حسب البرمجه انه دي نقطة مهمة جدا طبعا. في الكونفنشنال المالتي ديكتور بيشتغل كنقطة واحدة بتوصل على زونة واحدة فاشتغل هيت اور سموك بيأكتف لك زونة واحدة
ويستنى الزونه الثانيه تشتغل. لكن في الادريسبل عفوا طبعا المشغل ما راح يعرف هذا الكلام الا لما يرجع لللوجيك اللي هو بالدروينج يعني يعرف هل السيستم كروز زون ولا سنجل زون. هاي المشكله نفس نفس اليابانيه تمام في النظري. طيب اي تساؤل اخر عشان نبدا في الريليز بانر؟ طيب مهندس محمد.